يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي ولد صغير عمره 10 سنوات، فقلت: إن ذهبت وقبلت هذا العالم على رأسه وهو من كبار العلماء فلك مني 100 ريال، فإذا به يقوم مسرعا ويقبل رأسه. السؤال: هل أعطيه 100 أم يجب علي العدل بين أولادي فأعطيهم مثله أم أمنعهم جميعا؟ أنت وعدت، هذا من باب الوعد، هذا من باب الوعد. إذا أردت أن تفي بالوعد تعطي أولادك مثله، إذا أردت أنك ما تفي بالوعد ما يلزمك، لأن الوفاء بالوعد ما هو لازم عند الجمهور، ولازم عند بعض العلماء، لكن الجمهور لا، يقولون ما الوعد ما يلزم الوفاء به. نعم، ولا سيما إذا كان يترتب عليه جور. نعم.